السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. الدرس بعنوان نشيد هيا نقرأ، وكما تعودنا معكم في الأناشيد نلقي النشيد ثم نغني. هيا نقرأ للشاعر أحمد إسماعيل. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا شيماء. ألف أبني، باء بلدي، تاء تعلو نحو المجد. هذه بلدي، أرض الكرم، وطني وطني فوق القمم. والآن هيا معا نغني النشيد. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا شيماء. ألف أبني، باء بلدي، تاء تعلو نحو المشد. هذه بلدي، أرض الكرم، وطني وطني فوق القمم. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا شيماء. زي ما احنا ملاحظين، الشاعر بدأ النشيد بإيه؟ بحروف الهجاء اللي هي ألف وباء وتاء وثاء، ثم ينادي على شيماء. ماذا يطلب من شيماء؟ يطلب أن تقرأ. مرادف هيا، تعالي أو أسرعي. طيب ويا ترى المضاد إيه؟ مضاد هيا، أبطئي. نقرأ، ما معنى نقرأ؟ مرادف نقرأ أو المقصود والمراد من كلمة نقرأ أي نتعلم. طيب نأتي إلى الأسئلة. السؤال بيقول لنا لماذا بدأ الشاعر بحروف الهجاء اللي هي ألف وباء وتاء وثاء؟ ليه؟ ليدل على حبه للقراءة. السؤال الثاني، ماذا طلب الشاعر من شيماء؟ في النشيد الشاعر بيتحدث مع شيماء وطلب منها طلب، ما هو هذا الطلب؟ لو رجعنا إلى البيت الثاني هنجد أنه بيطلب إيه؟ يطلب أن تقرأ وتتعلم، وذلك طبعا لأهمية القراءة وأهمية التعلم. ألف أبني، باء بلدي، تاء تعلو نحو المجد. أبني، مرادف أبني، أقيم وأشيد. أما مضاد أبني إيه؟ يلا نفكر مع بعض. أبني مضادها أهدم. بلدي، معنى بلدي المقصود هنا ببلدي وطني، وهو وطننا مصر. طيب يا ترى جمع بلدي إيه؟ بلدي جمعها بلادي، تاء تعلو. يلا نفكر مع بعض في مرادف ومعنى تعلو. تعلو مرادفها ترتفع، ترتفع، والمضاد إيه؟ مضاد تعلو تنخفض نحو المجد. يبقى بلدي تعلو وترتفع في اتجاه وناحية المجد. المجد معناها مرادف المجد العزة أو الشرف، والمضاد مضاد المجد الذل. مضاد المجد إيه؟ الذل. نأتي الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول بيقول لنا بماذا نبني بلدنا؟ يلا نفكر مع بعض. الشاعر بيقول ألف أبني، باء بلدي. طيب هنبني بلدنا بإيه؟ أولا بالعلم، ثانيا بالعمل. يبقى نبني بلدنا بالعلم والعمل. نأتي للسؤال الثاني، إلى أين تعلو بلادي؟ بلادي تعلو إلى، باتجاه أو نحو المجد. تعلو نحو المجد. هذه بلدي، أرض الكرم، وطني وطني فوق القمم. كلمة هذه اسم إشارة، معناها إيه؟ معناها هذه. يبقى مرادف هذه، هذه. أرض مفرد تدل على واحد، جمع أرض إيه؟ أراض، جمع أرض أراض. الكرم، بلدنا هي بلد الكرم وهي أرض الكرم. الكرم معناها
ومرادفها العطاء والجود والإحسان. طيب مضاد الكرم، مضاد الكرم البخل. وطني جمع وطني أو طاني. فوق مضاد فوق تحت. القمم، القمم جمع يدل على كثير لكن مفردها إيه؟ مفرد القمم القمة. طيب وما معنى القمة؟ مرادف القمة أعلى كل شيء. نأتي إلى الأسئلة. بماذا وصف الشاعر بلدنا؟ هنلاقيها في البيت الأول أمامنا، هذه بلدي، وقال عنها إيه؟ أرض الكرم. يبقى الشاعر وصف بلدنا بإيه؟ بأنها أرض الكرم، بأنها أرض الكرم. ما مكانة مصر كما فهمت من البيتين؟ وطني وطني فوق القمم. يبقى مكانة مصر فين؟ فوق القمم. مكانة مصر فوق القمم. استخرج من النشيد. أول حاجة عايزين نطلعها من النشيد أسلوب أمر، أسلوب نداء، كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب، كلمة بها حرف مضاعف. يلا نفكر في أسلوب الأمر اللي موجود في النشيد. هنلاقي الشاعر يأمر ويطلب من شيماء، بيقول لها إيه؟ هيا نقرأ. يبقى أسلوب الأمر في النشيد هيا نقرأ. أسلوب نداء بينادي على مين الشاعر في النشيد؟ ينادي على شيماء، قال لها إيه؟ يا شيماء. يبقى أسلوب النداء بيبدأ بأداة النداء يا. ثم كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب، اللي هي كلمة إيه؟ هذه. طيب وأين هذا الحرف؟ الحرف ده هو حرف الألف اللي بعد الهاء، لكنه ينطق ولا يكتب. كلمة بها حرف مضاعف، كلمة هيا. وكما قلنا سابقا إن الحرف المضاعف ده عبارة عن حرفين أضغما في بعضهما. يعني إيه؟ يعني ياء اللي عليها شدة وفتحة معناها أنها ياء وياء، ياء الأولى عليها سكون والياء التانية بيكون عليها إيه؟ بيكون عليها الحركة المصاحبة للشدة اللي هي هنا الفتحة. شبكة مفردات، يا ترى معانا إيه؟ وطني. يلا نفكر مع بعض في 5 كلمات وخمس مفردات لكلمة وطني، ونحاول نأتي بكلمات من داخل الدرس اللي احنا بنشرح فيه. المجد، الكرم، العلم، القمة، النيل. في كلمات تانية في شبكة مفردات وطني طبعا في كتير جدا، لكن احنا اخترنا 5 وحاولنا بقدر الإمكان نركز على المفردات اللي موجودة في درسنا النهاردة. شبكة مفردات القراءة، يلا نفكر مع بعض في 5 كلمات وخمس مفردات. نفكر، أول واحدة العلم، بعد كده الكتب، قراءة من كتب الكتب والقصص، القراءة مكانها في المكتبة، وأخيرا اللغة. فيه تاني أكيد طبعا في مفردات وكلمات كثيرة جدا لكلمة القراءة. نأتي الآن إلى خريطة الكلمة، يا ترى معانا إيه؟ كلمة تعلو. وخريطة الكلمة بنجيب لها 4 كلمات: معنى، مضاد، نوع، جملة. يبقى تعلو عاوزين معناها، يا ترى معناها إيه؟ زي ما قلنا في الشرح معناها ترتفع. تعلو مضادها تنخفض. النوع تعلو ما فيهاش ألف ولام ولا فيها تاء مربوطة ولا فيها تنوين ولا ينفع ندخل عليها أي علامة من علامات الاسم، يبقى تعلو هنا إيه؟ فعل. طيب يلا ندخل الكلمة في جملة: تعلو بلدي نحو المجد. مثال آخر من خريطة الكلمة، معانا إيه؟ الكرم. نفكر في معناها، مضادها، النوع، الكلمة في جملة. الكرم معناها إيه؟ نفكر، هنلاقيها إيه؟ العطاء. مضادها البخل. النوع على طول أولها إيه؟ ألف ولام، يبقى الكلمة دي
اسم، النوع اسم. وأخيرا الكلمة في جملة. يلا ندخل مع بعض كلمة الكرم في جملة. أي جملة صحيحة ومفهومة فيها كلمة الكرم تكون جملة صحيحة. معنى إيه؟ بلدي أرض الكرم، بلدي أرض الكرم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا اليوم. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم وفهمتم الدرس جيدا، وإلى أن ألقاكم في درس آخر، لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.